السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نديرو كيفية تفصيل شيميز أو حجاب أو ديكات، يعني كيف تحبوا ديروها. تحكموا هنا الطول، يعني تحبي ديريها حجاب ديريها طويلة، تحبي ديريها قصيرة ديريها شيميز، تحبي ديريها ليكات ديريها ليكات تحت الركبة، يعني ليكات تحت الركبة فوق الركبة تصبح شيميز، تحت الـ يعني حتى الأرجل تحت بلي حجاب. تحكم الطول هو يتحكم في الموديل. عندنا هنا نجيبو يعني 2 متر أو ونصف على حساب قدكم الطول، يعني تشوفو القماش على حساب الطول. كي حابة ديريها شيميز ديري 1.75 متر، حبيتي ديريها ليكات ديري 2 متر ولا 2.25 متر أو 2 متر، يعني على حساب لاطاي تاعك. حبيتي ديريها طويل كامل ديري من 2.5 متر حتى 3 متر، يعني حسب المقاس تاعك. نجو لهنا كيفية التفصيل، يعني فصلوا الأمام والخلف يعني مرة واحدة، يعني ما ظلوش تفصلوا في الخلف وتفصلوا في الأمام. أعطيكم طريقة سهلة وبسيطة، يعني اللي ما تعرفش كامل تخيط تخيط اليوم تفصل معنا. نجيب القماش تاعنا نطوه على 2، ثم نطوه على 4، تخلو 8 سنتيم هكذا هكذا كما راكم تشوفوا. من لهنا نديرو المقاس تاعنا شحال عندنا تاع عرض الاوراق، نديرو عرض الاوراق تاعنا مثلا نديرو المقاس حنايا راح نعطيكم ستاندار، ديروا 27 سنتيمتر مثلا، نديروا خط طول، ديروا الطول اللي رانا حبيناه مثلا حنايا هنايا ديروا 1.20 متر، ديروا 1.20 متر هكذا 1.20 سنتيم. عندنا من لهنا 26 أو 27 سنتيمتر، ديروا 27 سنتيمتر. نجو لهنا الرقبة ديروا 6 سنتيمتر أو 7، ندرنا 6 سنتيمتر. نروحوا لعرض الكتف 14 سنتيمتر، نهبطوا بربعة سنتيم هكذا، نديروا الخط المائل تاعنا تاع عرض السطر تاع عرض الكتف عفوا. نجو نهبطو ب2 سنتيمتر اللي هي عمق الرقبة من الأمام هكذا، نخدمو هذا الدوران المفهوم هنا. نجو نهبطو باش نديرو خط الصدر تاعنا، نهبطو منا حتى لهنا ب24 سنتيم، نديرو خط الصدر هكذا هكذا، يعني هذه المسافة ما نخدموش بها خلوها، نخدمو بهذه يعني يعطينا الخلف والأمام، وبعد هذه نوريكم كيفاش تخدمو بها من بعد. عندنا هذه هنا نقسمو هذه المسافة لهنايا، هذه منا لهنايا منا لهنا نقسموها بين 2، ونجو نديرو عرض الصدر تاعنا نديرو 25 سنتيمتر هنا، ونجو نمشو مع هذا الخط وندورو نديرو دوران تاع حدة الإبط، يعني لحد الآن سهلة مهلة. هنا تحبي ديري تدخلي في لطاي، نهبطو مثلا هنا من لهنا ب40 سنتيم، نديرو خط الصدر او عفوا خط الخصر، هذه طول القامة هذا هو من لهنا من لهنا، نديرو طول القامة اللي هي 40 سنتيمتر. تحبي تدخلي في لاطاي، يعني بتجيك يعني مخروطه في لاطاي، تحبي ديريها عريضه وديريها لا سينتور ولا تخليها مطبوقه هكاك، يعني ديريها حزام ولا ديري اي شيء كيما تحبي، هذيك الشكل اللي تحبيه انت ديريه. مثلا حنا ندخلو هنا درنا 25 سنتيم، ندخلو هنا بواحد 2 سنتيم يعني نديرو 23 سنتيمتر، نجو نديرو هذه هنا تاع الخصر، نهبطو بخط مائل اللي عندها البيروكي تخدم بالبيروكي، اللي ما تعرفش تقوسو هكا تخدم بالبيروكي، نديرو خط مائل عادي. نجو الخط الاوراق تاعنا
نهبطو منا من الخصر لهنا ب 25 سنتيم ونديرو اللي هو ارتفاع طول الحوض وارتفاع الحوض، ونجو هنا بخط مائل هكذا نديرو خط مائل، ومن بعد نزيدو الاتساع لهنا تحت نزيدو واحد 10 سنتيم ونهبطو بخط مائل حتى لتحت للأسفل الطول اللي رانا حبيناه كما راكم تشوفوا هاي، يعني طريقة بسيطة. نطلعوا منا لهنا ب 14 سنتيمتر، هذا اختياري تحبي ديريه تحبي ما ديريش. طلعوا ب 10 سنتيم منا لهنا ب 10 سنتيم ونديروا هذا الدوران، يعني نفوتوا حتى لهذه النقطة هنا من 10 ونديروا هذا الدوران تاع باش يجينا الشكل تاع الشيميز. هذا هي دوران هنا. نمروا هنا فصلنا الخلف يعني مع الامام، نجو لهنا نفوتوا لهنا ب 2 سنتيمتر ونديروا خط هكذا سنتيمتر اللي هو تاع الازرار 2 سنتيمتر، ونزيدوا ندخلوا ب 6 سنتيمتر اللي هي تاع عرض الرقبه 6 سنتيمتر، واللي تبقى لنا يعني ما تبقى لناش يعني 2 مع 6 هذيك هي 8 سنتيمتر، يعني جينا لهنايا 6 جينا لهنايا. نجو نهبطوا بعمق الرقبة من الأمام 8 سنتيم، هبطوا هنايا هنايا ونديروا هذيك الدوران تاع الرقبة هكذا هكذا، يعني هذا الامام هذا خف هنا ما نقصوش هنا، يعني كملنا طريقه التفصال تاع الشيميز. دوك نوريكم كيفاش تقصوها، نبداو نقصوها منا من الاسفل هكذا، هنا يبقى لنا الاكمام والجيوب لي بوش، قصوا فوتوا مع هذه الخط هنا ونطلعوا هكذا، يعني كل وحده دير يتعبر دوران الصدر دوران الخصر دوران الاوراق، تحط يعني المقاس تاعها لهنا في الباترون هكذا. نجو نفوتوا لهنا تاع الخلف هكذا، شوفوا لهنايا تحصلنا على الخلف، ها هو الخلف هنايا هكذا. نمروا للامام امام ندخلوا بهذه كملوا الرسم تاع الرقبه هكذا ونقصوها هكذا هذه هي، شوفوا لهنايا هذه هاي الشميس تاعنا، هذا مطوه مطوه عند 2 سنتيم اللي درناها، يعني واحد الداخل واحد للبرا 1 سنتيم للداخل 1 سنتيم للبرا. هاي هنا تحصلوا على هذه هاي، زيدوا الجهة أخرى نطو هذه هذا البطانة تاعها أو التسجاف هذه هكذا، يعني تجينا وحدة فوق وحدة هكذا ها هي، وتجينا ها هي الخلف ها الخلف لصقوا الكتاف مع بعض. دوك نوريكم كيفاش نخدمو الكول، كول ساهل يعني ما نقوي عليكم لا حسابات لا، يعني تعبروا برك قبلوا شريط المتري. نبداو نعبروا ندخلوا منا 2 سنتيم ونبداو نعبروا هذه المسافه لهنا منا حتى لهنايا، نعبروا هذه المسافه منا حتى لهنايا ونعبروا تاع الخلف هذه منا لهنايا تاع الخلف هذه من الوسط تاعها حتى لهنايا، نعبروا هذه لهنا شحال تعطينا بشريط المتري، ونعبروا هذه المسافه
ونديروها ديك المسافه اللي نبقاوها. نجيبو قطعه قماش مثلا هكذا، نديرو هذيك، نديرو قماش على اثنين ثم على أربعة هكذا ما راكم تشوفوا، ونديرو مسافة اللي لقيناها من لهنايا. نجيو من لهنايا نديرو 10 سنتيم، من لهنا 10 سنتيم العرض، والطول نديرو المسافة اللي لقيناها مثلا نقولو 18 سنتيم، نديرو من لهنا 18 سنتيم، يعني راها على ربعة، 18 و 18 يعني تعطينا 36 سنتيمتر. ونقصوا هذيك هذه اللي درناها، المسافه اللي درناها، يعني تحصلوا على الطوق تاعنا والكول تاعنا اللي هو الكول تاعنا. هذه تخيطوه منا، تخيطوه منا يعني، ونقلبوه ونلصقوه هنا في هذه هنا هكذا، يكون ودكم مخيط هنايا. نجي هنا ب 2 سنتيم نحط الطوقة تاعنا ونطوي هذه هكذا، يعني هذا الوجه، يعني نطوي لهنا القفا تاعو، نحطو الكول تاعنا، نكون ملصقين الخلف هكذا، نكون ملصقين الأكتاف، ونفوتو على كامل الكول، ونجيو الجهة الأخرى، يعني نتحصلو نكفو نعاودو نقلبو عليها هكذا، يكون الكول تاعنا يعني هكذا، نتحصلو على هذا الشكل، ها الكول. مع الشيميز هذا هو. نجو نفصلو الجيب تاعنا، ديرو فيه دير، حبي ديريه كبير تحبي ديريه صغير، يعني كيما تحبي. مثلا نديرو 14 سنتيم، نهبطو ب 14 سنتيم، نديروه مربع هكذا، نزيدو 2 سنتيم تاع الكفة هذا هو، ديرو الجيب تاعنا هكذا، ونخيطوه نديرو له كفة هنا، يعني نخيطوه هكذا، نديرو له كفة عادي هكا، ونخيطوه ونزيدو نديرو له يعني القطعة، نطوي هذا على 2، المسافة اللي درناها من لهنا تاع 14، النصف تاعها اللي هو 7 سنتيمتر، نديرو 7 سنتيمتر على المسافة اللي درناها من 14 سنتيمتر، يعني كل ما طوي قماش على 2، يعني تبغي ديريه مربع، تبغي ديري أي شكل، مثلث، تبغي تحبي ديريه الشكل اللي تحبي ديريه. هذا هي تحصلوا على هذا الجيب، يجينا في الشيميز هنا، يعني في الصدر الأمام هكذا، جينا هذا الجيب مثلا هنا عند الصدر، يجي هذا فوق الجيب، ويجينا جيب من هنا، يعني هذا اختياري، حبي ديري حبي ما ديريش. نمرو للأكمام، نديرو طول تاع الأكمام، نطو القماش على 2 ثم على 4، يعني 4 هكذا أو هكذا، يعني حسب الورقة اللي عندي قلتها لكم هكذا، المهم تكون على 4. نديرو طول الذراع تاعنا مثلا نديرو 60 سنتيم، نديرو العرض 22 سنتيم، نديرو من لهنا 22 سنتيم، نديرو الطول طول 60 سنتيم، نهبطو من لهنا ب 17 سنتيم، نديرو الخط مائل هذا كذا، نفوتو بثلاثة سنتيم من هنا، نمرو هكذا هذه المسافة، قسموها على 3، توصلو هنا دخلو، عاودو منا فوتو هنا بواحد سنتيم، هبطو عند 1 سنتيم، وفوتو لهنايا. نجو للأسفل نديرو دوران المعصم تاعنا، ولا تحبو ديروه عريض وديرو يعني الكرباطة، أو ما على باليش كيف يسموها،
يعني الكرباطة، الكرباطة هذه هي تحصلوا على الكم تاع هذه الشميس. هذا هما الأكمام في أربعة، هذا هو الشكل. لا تحصلنا على هذه الشميس يعني بطريقة سهلة، لا تشدكمش في التفصال، الخلف مع الأمام على الجيوب على هذه هي، وهذو هما الأكمام تاع الشميس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوناش بالاشتراك واللايك ودعواتكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.